هنبتدي معاكم كالعاده باهم عناوين حلقتنا النهارده. الخطيب يطالب لاعبي الاهلي بالتركيز لتحقيق اللقب الافريقي. كارتيرون يعلن قائمه الاهلي المتجهه لتونس لمواجهه الترجي. الاهلي جاهز للسفر لتونس غدا بالقوه الضربه استعدادا للترجي. رئيس وزراء تونس يطالب الترجي بحسن استقبال الاهلي. رقم قياسي جديد عاشور 150 مباراة أفريقية مع الأهلي. الأعلى للإعلام يصدر بيان بخصوص مباراة الأهلي والترجي. محمد يوسف: تونس بلدنا الثانية وعلاقتنا بالترجي قوية.